بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل عام وأنتم بخير. يسعدنا أن يكون معكم اليوم مراجعة في مادة التاريخ في الفصل الثالث بإذن الله. النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة معاكم، لأني هعرفكم إزاي الأسئلة بتيجي من داخل الكتاب، مش حتة قراية الكتاب وخلاص. هنعمل تحليل لحتت معينة وتعرفوا إزاي السؤال بيجي عليها، وبإذن الله يعني هستعرض معاكم مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة المختلفة اللي هي فيها المستويات العليا اللي أبنائنا لازم يتعودوا عليها، وفي نفس الوقت هنتلقى منكم كل الأسئلة والاستفسارات اللي انتوا عايزينها في مادة التاريخ. بإذن الله أتمنى إن احنا نكون عن حسن ظنكم ودايما خير مساعد ليكم في اجتياز امتحانات الثانوية العامة. النهاردة أبنائي احنا نعمل مراجعة على الفصل الثالث، والفصل الثالث أنا اخترته ليه؟ لأن الفصل ده مع أنه من الفصول اللي هو طلبة يقول عليها صغيرة، ولكن الفصل ده كل سطر ممكن نحتمل فيه سؤال. هوريكم بعض الأسئلة اللي احنا ممكن نلاقيها في الورقة الامتحانية اللي هي المستويات العليا. يعني ايه مستويات عليا؟ طلبة ساعات يقعدوا يطلعوا إشاعات، وبعض المدرسين كده يقعدوا يقول لهم ايه؟ الامتحان السنة دي هيجي صعب، هيجي سهل، محدش يتكلم في المواضيع دي خالص، لأن أي امتحان ليه مواصفات معينة ما بيخرجش عنها، بيبقى ليه نسبة تذكر، نسبة فهم، نسبة تطبيق، نسبة مهارة، نسبة تحليل، نسبة مستويات عليا. نسبة المستويات العليا في امتحانات الثانوية العامة يا أبنائي بتتراوح ما بين 15% و25%. ويعني إيه مستويات عليا؟ يعني أسئلة مش بتقيس الحفظ، ادي كل القصه كلها، اسئله بتقيس التحليل، بتقيس ازاي اركب، بتقيس ازاي استنتج، زي مثلا اسئله ما العلاقه. يلا بينا نشوف، انا مجهز لكم بعض اسئله اللي هي ما العلاقه. بصوا معايا كده على المونيتور وشوفوا الاسئله. اول سؤال بقول لكم ايه؟ ما العلاقه بين حرب الحبشه والتدخل الاجنبي؟ طلبه كتير جدا يقولوا ايه هو الحرب الحبشه ديت في الفصل الثالث. خلي بالكم انا بربط لكم بين الفصل الثاني والثالث، وانا قلت لكم قبل كده ازاي نجاوب اسئله ما العلاقه. اسئله ما العلاقه بتبقى دايما بين حدث وحدث، بشوف الحدث الاول تاثيره ايه على الحدث الثاني. لو انت عرفت تفك الجزئيه دي هيبقى سهل عليك جدا ان انت تعرف تجاوب. يبقى انت تروح لحرب الحبشه وتشوف ايه الحاجه اللي حصلت من خلالها ادت الى التدخل الاجنبي. يلا نشرح مع بعض. انتوا عارفين ان اسماعيل عمل توسع في شرق افريقيا، ومن ملامح هذا التوسع ان هو دخل في حرب مع الحبشه. طب ايه المشكله؟ حرب الحبشه ادت الى شعور دول اوروبا بان اسماعيل خطر زي جده محمد علي، لانه هيهدد مصالحها في شرق افريقيا وفي البحر الاحمر. يبقى هنا نعمل ايه؟ هنا ايه نعمل ايه يا حبايبي؟ لازم الاول اشوف نتائج حرب الحبشه وعلاقتها بالتدخل الاجنبي. اروح عامل ايه؟ نتائج حرب الحبشه شعور دول اوروبا ان اسماعيل خطر على اوروبا ومصالحها، لذلك اتحججت بحجه الازمه الماليه. يبقى حرب الحبشه هي من الاسباب الحقيقيه للتدخل الاجنبي. ادي العلاقه. الموضوع بسيط جدا، ولكن نفهم ازاي نجاوب السؤال. هنكمل معاكم اسئله ما العلاقه، ولكن على طول الاستاذ شريف المخرج قال لي على طول ده في اسئله جايه لنا على الهواء. نشوف مين معانا على الهواء. معانا نور من اسكندريه. الو الو، سلام عليك يا نور، ازيك يا ماما؟ سلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، ازاي اخبارك؟ الحمد لله تمام. احنا جاهزين لاي استفسار، اتفضلي. شكرا يا استاذ. لو سمحت انا عايزه استفسارين في الباب الاول. عايزه ايه؟ استفسارين في الباب الاول. طبعا عينيا ليك، اتفضلي. ربنا يخليك. اول سؤال ده علامه صح او غلط؟ بيقول لي تمكن نابليون وكليبر من تنفيذ سياسات اقتصاديه واجتماعيه في مصر في زمن الحمله الفرنسيه. لحظه كده معايا، تمكن نابليون وكليبر من تنفيذ سياسات اقتصاديه واجتماعيه واجتماعيه في مصر في مصر في زمن الحمله الفرنسيه، خلال وجود الحمله الفرنسيه. تمام. حاجه تاني؟ وفي سؤال تاني بيقول لي قارن بين الحاله الاقتصاديه في مصر. طب لحظه، تمام، قولي تاني. قارن بين الحاله الاقتصاديه في مصر. قارن بين، ايوه، الحاله الاقتصاديه في مصر قبل الحمله الفرنسيه وفي اثناء الحاله الاقتصاديه في مصر قبل
الحملة الفرنسية وأثناءها. قبل الحملة الفرنسية وأثناءها. في حاجة تاني؟ لا شكرا. طيب اسمعينا وشوف الإجابة من خلال المونيتور. شكرا ليك يا نور. بص يا نور، اولا السؤال الاولاني دوت ده اتشال من المنهج، ده اول حاجة لازم نعرفها، لان الجزء بتاع العوامل اللي منعت نابليون وكليبر من تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر هي الصعوبات اللي واجهت الحملة، لان الاتنين انشغلوا بمقاومة المماليك ومقاومة الانجليز والتصدي للثورات اللي هي كانت موجودة في مصر. يبقى تمكن نابليون وكليبر من تنفيذ سياسات اقتصادية هنقول غلط، لان واجهتهم مصاعب، ولكن الجزء ده اتشال من المنهج. نيجي للسؤال التاني. السؤال التاني فنيا غلط ان هو يجي في الامتحان. ليه؟ السؤال ده محتاج حوالي 3 صفحات عشان نجاوب. يبقى اما يجي السؤال يقول قارن مثلا بين احوال التجارة المصرية قبل الحملة، يعني ايام الحكم العثماني، وخلال وجود الحمل. ناخد حاجة واحدة، تجارة، تجارة داخلية او تجارة خارجية او زراعة او صناعة. لكن الحالة الاقتصادية دي فيها شرح يجي صفحة ونص بالنسبة للحكم العثماني، يعني نتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، وهنيجي ايام الحملة هنتكلم عن كل الحاجات اللي حصلت ايام وجود مينو. يبقى السؤال فنيا ما يجيش في الامتحان، ولكن ده معناه ان انت هتتكلمي عن احوال مصر الاقتصادية قبل الحملة، يعني ايام الدولة العثمانية، واثناء وجود الحمله، يعني اصلاحات مينو. تمام، ادي اجاباتك يا نور، واحنا في انتظار اي اسئله تانية. طيب معانا ابنتنا يسرى من اسوان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا يسرى. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ احنا علينا ليك، اتفضلي يا ماما. سؤال هو اختر، هو يعني سهل بس في حاجه صغيره شك فيها. اتفضلي اختر. في سؤال، نجح الفرنسيون نجح الفرنسيون في دخول القاهرة بعد هزيمتهم، بعد انتصارهم بقى، لا بعد هزيمتهم للمماليك. يعني بعد هزيمة، ماشي نقول كده، بعد هزيمة المماليك موقعت هتبقى ايه بقى، شبراخيط ولا امبابة ولا انشمت ولا بقير؟ حاضر هي حاضر. هتبقى قولي لي بس الاختيارات. شبراخيط وإمبابة عين شمس وأبي قير. حاضر، في حاجة تاني؟ لا ممكن بس حضرتك أعرف جدول المراجعة بتاع كل حصة، تعرفي يعني ايه؟ بتاع كل جدول المراجعة احنا، يعني تقول لنا هتراجع ايه من الحصة، يعني آخر الحصة تقول لنا هتراجع ايه الحصة الجاية. طيب باذن الله، عشان احنا زمايلنا بنتغير، يعني الاسبوع القادم هيبقى ممكن يكون زميل اخر معاكي، استاذ عبد المنعم او استاذ احمد، بس هو استاذ عبد المنعم يعني اكيد، ف احنا هنتواصل معاه. يعني النهارده باذن الله هراجع معاك الثالث والرابع في الحلقه الثانيه، هو هتكلم معاه عشان يجهز الخامس والسادس، نمشي بالترتيب كده. شكرا، عناية ليك يا ماما. اولا الاجابه طبعا هي هتبقى ايه، موقعة ايه، امبابه. طب ليه؟ ليه بقى؟ مش هو بعد شبراخيط؟ المماليك اتهزموا في شبراخيط مش في امبابة. لا يا ماما، شبراخيط دي بعد اسكندرية على طول، صح؟ ركزي معايا؟ معاك. انا هعمل لك خريطة كده وتشوفي معايا، بصي شوفي الخريطة اللي انا هعملها لك. بصي معايا على المنطر. يعني دي خريطة تقريبية كده لمصر. نابليون بونابرت اما جه بالحملة نزل اسكندرية، يبقى اول حاجة حصلت مقاومة اسكندرية، اهو دي اسكندرية. بعد اسكندرية نابليون اتجه بجيشه عشان يخش على القاهرة، فحصلت هنا موقعة ايه، موقعة شبراخيط. شبراخيط انتهت بهزيمة المماليك. مراد بيك بعد ما انهزم في شبراخيط، مراد بيك اللي هو الاسود ده، راح على امبابة مستني مين، نابليون. اهو ادي امبابة. يبقى نابليون بعد شبراخيط نزل على القاهرة، رايح على القاهرة، فواجهه مراد بيك تاني فين، اهو في امبابة. يعني لسه نابليون ما دخلش القاهرة. اللي حصل ان مراد بيك
ونابليون اتقابلوا في موقعة امبابة وانتهت بهزيمة مين؟ مراد بيك. فنابليون بعد امبابة راح دخل على القاهرة اهو. ادي القاهرة اللي هعمل لها المربع الاسود ده. يبقى دخول نابليون، ونابليون هو السهم الاحمر. دخول نابليون للقاهرة تم بعد موقعة ايه؟ امبابة. لان مراد بيك بعد امبابة هرب الى الصعيد. ادي مراد بيك. يبقى الاجابة ايه؟ دخول نابليون للقاهرة بعد موقعة امبابة اللي انا موقف عليها القلم دي. لكن شبراخيت فوق هنا ناحية البحيرة. احنا اهو شايفين كلكم، ادي شبراخيت. فين شبراخيت وفين القاهرة؟ القاهرة اللي هي المربع الاسود ده. فاللي حصل بعد شبراخيت هي موقعة امبابة. ارجو ان يسرى يكون وصل لها الاجابة، واحنا في انتظار اسئلة كل ابنائنا. نرجع نكمل تاني معاكم يا ابنائي مراجعة الفصل الثالث لغاية ما جينا مكالمات. سؤال بيقول ما العلاقة بين فرمان 72 والتدخل الاجنبي؟ انا بجيب لكم النهاردة اسئلة بعيدة جدا عن تصوركم، بس دي اسئلة ما العلاقة. الطالب لازم يكون فاهم، الطالب مش حافظ. خلي بالكم يا ابنائي، ابنائي اللي بيتابعونا وزمايلنا المدرسين اللي بيتابعونا، ركزوا مع ابنائنا ودربوهم على الاسئلة اللي فيها المستويات، لان دي اللي بتفرق ما بين الطالب اللي بيجيب 40 والطالب اللي بيجيب 58 والطالب اللي بيجيب فوق ال 55. خلي بالكم، اشتغلوا مع الطلبة، خلوا ابنائنا متميزين، خلوهم يفكروا، خلوهم يحللوا يستنتجوا، ما يبقاش كله صم صم. يبقى تدريب اختر صح ولا غلط بما تفسر، لان بنيجي في تظلمات الطلبة يعني ما بعرفوش يجاوب الاسئلة ما العلاقة وما الدروس. انا هو فرصة هو بس اعرض معاكم. وبعدين ايه ده، انا بجيب لكم حاجات بعيدة عن بعضها، بس هي مش صعبة، انا بفهمكم ازاي. فرمان 72 ده موجود فين؟ موجود في الفصل الثاني. هو ينفع اجيب حاجة من الفصل الثاني ليها علاقة بالفصل الثالث؟ اه، ما انا بجيب لكم، انا بعلمكم. فرمان 72 ده ايه علاقته بالتدخل الاجنبي؟ شوفوا بقى العلاقة هجيبها ازاي. مش فرمان 72 ده بيدي لاسماعيل حق الاستدانة دون الرجوع للسلطان؟ طالب يقول لي صح. طبعا ما انت عارف ان صح، يعني الازمة المالية زادت من خلال فرمان 72. ده انا ممكن اجيب لكم سؤال تاني، اقول لكم ايه؟ ما العلاقة بين الفرمانات التي حصل عليها اسماعيل والتدخل الاجنبي؟ الطالب يقول لي ايه ده؟ هو التدخل الاجنبي ده في الفصل التاني ولا التالت؟ التالت. طب الفرمانات فين؟ في التاني. ما انت افهم، ما انا قلت لك من اسباب التدخل الاجنبي الظاهرية بسبب الفلوس والاموال اللي خدها اسماعيل. طب الاموال دي خدها منين؟ من خلال الفرمانات. طب فرمان 72 ادى لاسماعيل حق الاستدانة دون الرجوع للسلطان. طب نتج عن كده ايه؟ مصر وقعت في ازمة مالية. طب نتيجة الازمة المالية ايه؟ الدول اوروبا اتحججت ان هي عايزة فلوسها. لكن مش ده الحقيقة، الحقيقة عشان اهمية موقع مصر. يبقى فرمان 72 ليه علاقة ان دول اوروبا اتحججت بالازمة المالية للتدخل الاجنبي، لان فرمان 72 من اسباب الازمة المالية، والازمة المالية من الاسباب الظاهرية للتدخل الاجنبي. فهمتوا شفتوا ازاي عمالين نجيب اسئلة ما لها علاقة؟ خش على السؤال التالت. السؤال التالت بقول لكم ما العلاقة بين، شوفوا الاسئلة متشابهة ازاي وكل واحدة ليها اجابة. ما العلاقة بين وزارة التوفيق 79 وازدياد التدخل الاجنبي؟ حاجة تانية خالص. عارفين مين وزارة التوفيق دي؟ واحد يقول لي ايه ده، هو توفيق ماسك الوزارة؟ ايوه، مش هو توفيق لما تولى بعد ابوه بناء على فرمان 79 جاب شريف مسكوا الوزارة، وبعد شوية انجلترا وفرنسا اعترضوا على شريف، فراح توفيق شايل شريف من الوزارة ومسك هو بنفسه الوزارة. طب ايه علاقة الكلام ده بالسؤال بتاعنا؟ توفيق اول ما مسك وزارة الحكم مع الخداوية راح مرجع المراقبة الثنائية اللي كانت وقفت ايام مين؟ ايام والده. ركزوا معايا. يبقى وزارة توفيق ليها علاقة بازدياد التدخل الاجنبي، لان وزارة توفيق رجعت المراقبة الثنائية، والمراقبة الثنائية من ملامح ازدياد التدخل الاجنبي. وانتوا عارفين هتعمل المراقبة في عهد وزارة الرياض اللي هي هتيجي بعد توفيق، وازاي ان المراقبة عملت سياسات ادت الى غضب الشعب، ودي هنتكلم عنها في سؤال تاني. فهمتوا معايا الاسئله؟ يا رب تسجلوا الاسئله دي ورايا عشان ما تعرفوا ازاي تجاوبوا اسئله ما العلاقه. نشوف سؤال تاني برضو ما العلاقه برضو، انا مجمع لكم حاجات كده كويسه باذن الله. السؤال بيقول ما العلاقه بين وزاره رياض اهو اللي جه بعد توفيق وازدياد سلطه الرقابه الثنائيه؟ شوفوا اجيب لكم ايه، يعني اكيد الوزاره دي ليها تاثير على ده. اه، انتوا عارفين الاجابه ازاي؟ لان لما جه رياض مسك الوزاره
سمح للقنصلين الانجليزي والفرنسي بوضع لائحة، هذه اللائحة زودت سلطة الرقابة الثنائية، أصبح من حق الراقبين عمل إيه بقى؟ حضور جلسات مجلس الوزراء، الاطلاع على الإيرادات والمصروفات، مع إن رأيهم استشاري إلا إنه نافذ المفعول. أهو هي دي اسمها ازدياد سلطة الرقابة الثنائية. يبقى رياض باشا هو اللي سمح للقنصل الإنجليزي والفرنسي بتزويد سلطة الرقابة، إن هم عملوا لائحة يعني نظام كده. خلي بالكوا الأسئلة دي ممكن ما تشوفهاش في الامتحانات خالص في أي كتاب خارجي. سؤال تاني، ما العلاقة بين سياسة عثمان رفكي والثورة العربية؟ يلا عزيز الطالب بقى فك السؤال. عثمان رفكي ده بيشتغل ايه؟ ده وزير حربية، ده شركسي. الراجل دوت ليه علاقة بالثورة العربية؟ اه سياسته ادت لقيام الثورة، لانه عمل ايه؟ لم يسمح بان المصريين يترقوا للوظائف العليا في الجيش، وحال عدد كبير من الضباط للمعاش دون توفير اي وظائف ليهم، مما ادى الى سوء احوال الجيش، فكان من ضمن اسباب قيام الثورة العربية. كمان عثمان رفقي ده اللي نقل عبد العال حلمي من قائد الاي ترى، من قائد لواء، الى مقر وزارة الحربية، وده اسمه ايه؟ السبب المباشر لقيام الثورة العربية. شوفوا بقى، شوفوا الاسئلة بجمعها لكم ازاي، يا رب تستفيدوا منها يا رب، وتتعودوا ازاي تحلوا اسئلة ما العلاقة. شوفوا السؤال الجميل ده كمان، ما العلاقة بين اللورد دافرين وغضب فرنسا من انجلترا؟ يلا بقى، عايز حد كده يا رب حد يتصل بيا ويجاوب لي السؤال، وانا هجاوب اهو دلوقتي. يسرى من اسوان يمكن تجاوب لنا السؤال، نشوف مع بعض. الاستاذ شريف بيقول لي يسرى بتتصل بينا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا يسرى، ازيك؟ انا هاجر. هاجر؟ ايوه يا مستر. طيب انا اسف، الاستاذ شريف يمكن هاجر من القاهره. هاجر من القاهره، اهلا بيك يا هاجر. ازيك يا مستر؟ ازاي مستر عبد المنعم؟ والله الله يخليك على المجهود بتاعكم. استاذ عبد المنعم الحمد لله كويس جدا، واحنا بنبقى سعداء جدا لما بنطلع على الهواء ونطلع اللي عندنا ليكم. الكلام ده يمكن تسمعوه. اهلا بيكي، وهوصل سلامك للاستاذ عبد المنعم. اتفضلي يا هاجر، انت ايه رايك في الاسئله؟ الاسئله والله لا يعلى عليها بجد، يعني اسئله جميله. ربنا يخليك، اتفضلي. ماشي يا مستر، عندي بس سؤال، اللي هو بما تفسر. هكتب اهو بما تفسر. تحول مجالس التنافس، تحول مجال التنافس الانجليزي الفرنسي، التنافس الانجليزي الفرنسي الى مصر بعد، الى مصر بعد 1789 ميلادي. 1789 ميلادي. ماشي، والله السؤال ده جميل قوي. هو السؤال ده ممكن السؤال ده ليه علاقه، ممكن يجي بصيغه تانية يا هاجر، اللي هو ما العلاقه بين قيام الثوره الفرنسيه ومجيء الحمله الفرنسيه؟ انت عارفه الاجابه هنا ايه؟ حصل تحول، لان لما قامت الثوره الفرنسيه دول اوروبا تصدوا للثوره بزعامه انجلترا. فرنسا هزمت اوروبا وتوسعت ما عدا انجلترا بسبب موقعها على البحر، فقررت فرنسا لان انجلترا ما كانتش حاطه عينيها على مصر لما جت فرنسا بسبب موقع مصر المتميز. ايوه بس لا، هنقول حاجه تانية، هنقول لفرنسا نتيجه لعدم قدرتها على ضرب انجلترا في عقر دارها، فقررت ارسال حمله على مصر لقطع طريق التجاره بين انجلترا والهند. وتلاحظي حاجه، لما انجلترا حست بكده بعتت جيشها وحطم الاسطول الفرنسي في موقع ابو قير، لان عارفه ان وجود الحمله في مصر خطر على مصالحها. فهمت القصه؟ أيوة. يبقى السبب الاساسي ايه؟ قيام الثوره الفرنسيه. اصل انت جبت لي السنه، يعني دي اللي هي قيام الثوره الفرنسيه. ايوه فهمت يا ماما؟ ايوه فهمت يا مستر. وانا بجيبه بسؤال تاني، ممكن اجيبه لك، ما النتائج المترتبه على قيام الثوره الفرنسيه وعلاقه ذلك بمجيء الحمل؟ شفتي بقى؟ ايوه. اتفضلي يا ماما، ايه تاني؟ وايد بالادله. ايد بالادله. ترجع مقدمات الحمله، ترجع
مقدمات الحملة الفرنسية على مصر إلى 1798 على مصر 1798 إلى القرن السبعتاشر إحنا كده هنقول القرن السبعتاشر ده اللي هو بتاع عهد الوصول الأربعتاشر والخمستاشر والستاشر. لحظة بقى، لحظة يا حبيبتي. حاضر. طالما القرن السبعتاشر يبقى تقولي ترجع الحملة فكرتها في العصر الحديث إلى لويس الأربعتاشر بس، لأن هو اللي في القرن الإيه؟ 17. ثم تطورت في القرن الـ18 أيام لويس الـ15، ثم الفكرة ظهرت تاني أيام لويس الـ16. لكن أنا برجعك، هنا ليه؟ برجعك ليه؟ عشان تبتدي لي من لويس الـ14، لكن لويس الـ15 ولويس الـ16 كانوا في القرن الكام؟ الـ18. والسؤال ده ممكن يجي بصيغه تانية يا هاجر، ممكن يجي يقول لك وضحي تطور فكره الحمله الفرنسيه على مصر في العصر الحديث. معايا؟ ايوه مع حضرتك. او يجي سؤال بصيغه ثالثه، اجي اقول لك ايه؟ ما العلاقه بين مجيء الحمله، بين تامين التجاره ومجيء الحمله الفرنسيه على مصر؟ شفت بقى السؤال؟ انت عارفه تامين التجاره؟ هتقول ان فكره تامين التجاره ظهرت ايام لويس الـ17، ثم ظهرت ايام لويس الـ15. ثم ظهرت ايام لويس الـ16. شفتي بقى؟ يبقى عشان كده عايزين نتدرب على ان السؤال ممكن يجي بكذا صيغه والاجابه واحده. ماشي يا مستر. وعندي برضو سؤال تاني بيقول ان قوه الشعب المصري. طب لحظه يا هاجر. حاضر. يعني دي بين قوسين؟ هي عندي ايه من ادله سؤالين. طب قولي. طيب ان قوه الشعب المصري وقدرته على مقاومة الأخطار أيوة أيوة الخارجية تتأكد على مدار التاريخ. طيب تمام ماشي. وواحد تاني كمان. طب لسه. طيب حاضر. قولي بقى، قولي السؤال في ضوء ذلك وضح. ماشي أكتب وضح. ايوه ايه بقى؟ وضح اللي هو نقول لم يصف الامر. لم يصف للفرنسيين طوال فترة. ايوه اقامتهم في مصر. طيب فترة اقامتهم. السؤال ممكن يبقى بيقول اللي هو بسبب اللي هي قوة مصر لما كانت ايه. بص يا ماما. بص يا هاجر، هو السؤال انت مش بتشرحي الجمله يا ماما، انت فاكره ان انت هتشرحي الجمله؟ لا، دي عشان اسمها اسئله العبارات، بجيب لك عباره واقول لك في ضوء ذلك وضحي. احنا مش بنشرح الجمله يا ماما، ده سؤال اسمه سؤال العبارات، بجيب لك عباره عشان اجيب لك تحتيها حاجات. يبقى انت هتجاوب على ايه الدليل ان لم يصف الامر للفرنسيين؟ هنقول لانهم تعرضوا للمقاومه من المصريين سواء القوى الاولى والثانيه ومقاومه الصعيد وفي اسكندريه، تعرضوا للمقاومه من المماليك في شبراخيط وامبابه والصعيد، تعرضوا للمقاومه عثمانيه في اللي هي موقعه ابو كير البريه وفي ارسال حملتين على مصر، واحده من البحر وواحده من البر، وتعرضت لمقاومه انجليزيه من خلال موقعة أبو كير البحرية ومساعدة والي عكا وكمان حصار سواحل مصر. يعني بتتكلمي عن كل المقاومات اللي تعرضت ليها مصر، والسؤال ده ما يجيش في الامتحان لأن سؤال إجابته كبيرة جدا وما ينفعش إن أنا أوزع عليه درجات. معايا؟ أيوه معايا. يعني لم يصف الأمر ده ما بقاش ينفع في الأسئلة الجديدة اللي إحنا بنعمل منها الامتحانات. لكن أنت تبقي فاهمة. أيوة. هو المقصود بالمقاومات اللي تعرضت ليها الحمل. صعوبات ايه تاني؟ في سؤال بس اللي انا دايما مش بعرف اجاوبه اللي هو ما بما تفسر اللي هي على المراقبه الثنائيه. قولي. طيب السؤال بما تفسر عوده المراقبه الثنائيه. هو السؤال كده؟ طيب خلاص. ايوه خلاص. عينيا ليكي هجاوبه لك. أول السبب لعودة المراقبة الثنائية هو خوف توفيق من
ازدياد سلطة انجلترا وفرنسا ان يقوموا بعزله مثلما قاموا بعزل ابوه اسماعيل. والمراقبة الصناعية عادت بسبب انحياز توفيق للوجود الاجنبي، وقوع توفيق تحت الضغط الاجنبي، فسمح بعودة المراقبة الصناعية خوفا من غضب انجلترا وفرنسا. لان لاحظي ان انجلترا وفرنسا عزلوا ابوه لما لغى المراقبة الصناعية وما قدرش يرجعها مرة تانية. ماشي؟ ايوه اه ماشي. هو ما يجيش في الامتحان لاني ما عنديش انا اسباب في الكتاب. أيوة. موجوده، لكن اقول لك كيف عادت المراقبه، كيف ازدادت سلطه المراقبه، هو ده اللي يجي معايا. ايوه مع حضرتك. عليا ليك يا ماما. في حاجه تاني؟ ربنا يخليك يا مستر، وبشكر حضرتك وبشكر المستر عبد المنعم برضه. شكرا ليك جدا، وهوصل له الشكر دوت. شكرا، واحنا دايما في انتظاركم وانتظار كل ابنائنا، وبنبقى سعداء جدا بان احنا نرد عليكم استفساراتكم. نرجع لابنائي تاني للاسئله اللي كنا بنستعرضها، وكنا بنتعرض مع بعض لاسئله ما العلاقه. سؤال ما العلاقه بقى ده اللي احنا اخر واحد وقفنا فيه عقبال ما يجي لنا اسئله. السؤال بيقول ايه؟ ما العلاقه بين اللورد دافرين وغضب فرنسا من انجلترا؟ خلي بالكم السؤال دوت. ايه اللورد دافرين ده؟ وايه غضب فرنسا من انجلترا؟ ركزوا كويس جدا. تعمل ايه انت عزيز الطالب؟ تروح تجيب اللورد دافرين ده عمل ايه؟ اكيد عمل حاجه ادت لغضب فرنسا. هي دي اجابه السؤال. اروح اشوف اللورد دافرين ده عمل ايه. ده اللورد دافرين ده اللي عمل حاجه اسمها القانون الاساسي، اللي هو ازاي انجلترا تحكم مصر. جميل جدا. طب القانون الاساسي زعل فرنسا ليه؟ لانه كان بينص على الغاء المراقبه الثنائيه. شفتوا بقى الحته؟ فالغاء المراقبه الثنائيه ده زعل فرنسا، لان المراقبه الثنائيه عباره عن مراقب انجليزي ومراقب فرنسي. ف يعني منع الرقابه الثنائيه معناها انفراد انجلترا بالوضع في مصر، وهذا ادى الى غضب فرنسا. يبقى السبب الاساسي لغضب فرنسا من انجلترا بعد احتلالها لمصر سياسه اللورد دافرين اللي عمل بيها القانون الاساسي. شفتوا ازاي انا فكيت السؤال؟ يبقى خلي بالكم اسئله ما العلاقه عايزه تفكير، زي اسئله ما الدروس المستفاده. احنا بنحاول نتعرض معاكم لاسئله جميله جدا، يا رب تسجلوا الاسئله. معانا تليفون، معانا اسماء من الجيزه. الو، السلام عليكم. ازيك يا مستر محمود؟ الله يخليك يا ماما. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ربنا يخليك، اهلا بيك. اتفضلي يا ماما. اهلا بحضرتك. انا كان عندي السؤال الاول. ايوه. ما مقترحاتك من اجل العمل على التوازن. العمل على التوازن. التوازن بين حرية الاحزاب. بين حرية الاحزاب وسيادة الدولة. وسيادة الدولة. سؤالي الثاني. اولا يعني انا احب ابشرك ان السؤال ده مش جاي، يعني لان السؤال ده يعني سياسة، واحنا مش هنجيب اسئلة في السياسة، بس هقول لك الاجابة. ها قولي السؤال الثاني. ايوه. ما مقترحاتك من اجل مواجهة أطماع الدول الاستعمارية. مواجهة أطماع الدول الاستعمارية في الوطن العربي. حاضر. في بقى سؤالين تاني، ماذا يحدث إذا؟ عينيا حاضر، أغير بس القلم عشان يبقى ده مختلف عن ده. ماذا كان يحدث إذا؟ اتفضلي. لم تفرض انجلترا والدولة العثمانية وتركيا اللي هي الدولة العثمانية يعني ما هي تركيا ايه؟ معاهدة بلطة ليمان على محمد علي. حاضر، على محمد علي. عينيا. في حاجة تاني؟ في اخر سؤال بقى. ما الدروس المستفادة من أسماء الجيزة؟ حاضر. ما الدروس المستفادة
التعديلات التي أدخلها الفرنسيين في القضاء الشرعي بالنسبة للمصريين. من التعديلات التي أدخلها الفرنسيين في القضاء في القضاء الشرعي بالنسبة للمصريين. بالنسبة للمصريين. في بقى معلش بس في استفسار بس بسيط. اتفضلي. كان هو في سؤال زي ده وممكن يجي لنا اللي هو زي كان للمماليك دور واضح في مواجهة الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر، ينفع في سؤال زي ده ممكن يجي لنا في الامتحان؟ طب قولي تاني بس السؤال وانا اقول لك. كان للمماليك دور واضح. دلل. كان للمماليك دور واضح. واضحا. في مواجهة الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر. في مواجهة الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر. خروجها من مصر. اه ده ممكن يجي. لكن اللي ما يجيش اللي هو كل المقاومات اللي تعرضت لها الحملة. ده سهل. ليه بقى؟ لان انا هنا هتكلم عن ان المماليك عملوا كام حاجة. عملوا مقاومة في شبراخيت وانهزموا. وامبابة. وامبابة وانهزموا. والصعيد وانهزموا. وكانوا بيساعدوا المصريين ايام مقاومة الصعيد. يعني اربع نقط. وسؤال زي ده هيبقى عليه درجتين. يعني هو لو جه احنا نكتبه بالشرح ولا ايه؟ لا مش يعني بالتفصيل. بتكتبه كده. واحد كان لهم دورا في مواجهة نابليون في موقعة شبراخيت ثم انهزموا. اثنين كان لهم دورا في التصدي لنابليون في امبابة. ثلاثة كان لهم دورا في قطع طريق الملاحة في الصعيد. اربعة كان لهم دورا في مساعدة المصريين في طول مقاومة اهل الصعيد. بس. خلاص. سهلة ايه ولا لا؟ اه سهلة. طيب عناية ليكي. انا هجاوب لك بقى الاسئلة الباقية من خلال التلفزيون. ماشي يا اسماء؟ خلاص شكرا لحضرتك. تحت عمرك يا حبيبتي. شكرا لاسماء. شكرا لاسماء على الاسئلة الجميلة اللي هي قالتها لنا. ونشوف مع بعض اول سؤال. صلى ولاني بيقول ما مقترحاتك من اجل العمل على التوازن بين حرية الاحزاب وسيادة الدولة؟ اقول مقترحاتي ان لابد ان الاحزاب تبقى السياسة اللي تقوم بها تكون تصب في مصلحة الدولة وتتماشى سياستها مع الدستور والحفاظ على الامن القومي المصري. يعني ما يبقاش الحزب ليه سياسة معارضة للدولة ويضرها. فهمتوا القصة؟ يبقى سياسته تهدف الى صالح البلاد ولا تتعارض مع الامن القومي المصري ومصلحة مصر العليا وسيادتها على اراضيها. ادي قصة اللي هو ايه؟ حرية الأحزاب. يعني الحزب يبقى عنده حرية ولكن ليس ضد مصلحة الدولة. نيجي سؤال تاني. ما مقترحاتك من أجل مواجهة أطماع الدول الاستعمارية في الوطن العربي؟ السؤال ده يا أبنائي ليه علاقة بالحتة بتاع جامعة الدول العربية. هقول مقترحاتي أن لابد أن الدول العربية تعمل على تحقيق التعاون السياسي في مختلف المجالات. لابد أن الملوك العرب والزعماء والرؤساء يقومون بتصفية الخلافات بينهما. لابد من العمل على إقامة قوى عسكرية موحدة تحقق الأمن القومي العربي. لابد من تعديل ميثاق الجامعة بحيث يتضمن أن القرارات ملزمة للجميع وليس لمن يقبلها. لابد من قيام الدول العربية بتحقيق التعاون الاقتصادي ويعني إلغاء الجمارك وإلغاء الحدود وعمل عملة موحدة زي الاتحاد الأوروبي. المقترحات كتيرة جداً. طب ماذا يحدث اذا لم تفرض انجلترا وتركيا معاهدة بلطة ليمان على محمد علي؟ لم يحدث الغاء لنظام الاحتكار وكانت ستظل مصر دولة قوية اقتصاديا طبعا، وكل حاجة نتجت عن الغاء الاحتكار ما كانتش هتحصل. ما الدروس المستفادة من التعديلات اللي ادخلها الفرنسيين في القضاء الشرعي بالنسبة للمصريين؟ ان نقول ان الدروس المستفادة ان لابد ان الشعب المصري يعتمد على ابنائه في ان يتولوا عمل القضاء ولا يعتمدوا على القانون الاجنبي. لان لقينا ان نابليون عمل حاجه عظيمه جدا ان هو استعان بالقضاه المصريين بدل من القضاه الاتراك. يلا نشوف معانا مكالمه اخرى. نشوف مين معانا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ معانا ايوه جهاد من العريش. ازيك يا مستر محمود؟ الله يخليك يا ماما. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليك. ممكن اسال؟ انا عليا ليك اتفضلي. ماشي. وضح العلاقه ما بين الجيش في عهد الخديوي واسماعيل وازدهار الصناعات المصريه. وضح العلاقه بين
الجيش في عهد الخديوي اسماعيل، في عهد اسماعيل، وازدهار الصناعات المصريه. وازدهار الصناعات المصريه، كويس جدا. وده جه سؤال في الامتحان في 2013. ايه تاني؟ طيب سؤال تاني، ايهما كان افضل للمصريين من وجهه نظرك؟ ايهما لحظه، ايهما افضل للمصريين من وجهة نظرك؟ دواوين نابليون ام دواوين مصر محمد علي؟ واحد دواوين، نابليون ام دواوين محمد علي. محمد علي، كويس جدا، حلو السؤال ده. ايه تاني؟ في الجزء الثاني اللي هو بتاعه ولماذا كتبته؟ ولماذا؟ حاضر خلاص ماشي. ما رأيك في المقولة بأن الدولة القوية في رأي محمد علي هي التي تزيد صادراتها عن وارداتها؟ ما رأيك في مقولة محمد علي أن الدولة القوية في رأي محمد علي تزيد صادراتها عن واردتها؟ عن واردتها، حاضر عينيا. طيب سؤال كمان. طيب ثواني. طيب اللي... نجاوب لك دول الاول وبعدين ناخد منك السؤال، ماشي؟ اوكي. اولا العلاقه بين الجيش في عهد اسماعيل وازدهار الصناعه المصريه، ماما ده سؤال جميل قوي من اسئله بقى العلاقه. هقول ان نتيجه زياده عدد الجيش الى 30,000 جندي في عهد اسماعيل ادى الى ظهور صناعات جديده وفتح مصانع جديده وازدهار الصناعه وتجديد المصانع القديمه. معايا؟ دي اجابه السؤال. ايهما افضل للمصريين من وجهه نظرك؟ دي بترجع لنظر الطالب، ولكن انا انت ممكن تقولي انا ارى ان الدواوين الاثنين لا يصلحوا للشعب المصري. ليه؟ لان نابليون كانت الدواوين بتاعته مرتبطه بتحقيق مصالحه الشخصيه، اللي هو يريد ان يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين ليضع السياسه التي يريدها. ودواوين محمد علي كانت دواوين استشاريه وليست تشريعيه، وكانت بتميل الى تركيز السلطه في ايديه، فلا دي تنفع ولا دي تنفع، ولكن افضلهم دواوين مين؟ نابليون. انت تقولي بقى افضل ان الدواوين تكون يتم فيها يقوم فيها اختيار الافراد من خلال الانتخابات، ويكون هدفهم تحقيق مصلحه الشعب ايه؟ المصري، وان تكون دواوين تشريعيه، بينما دواوين نابليون ومحمد علي دواوين استشاريه. معايا؟ معاك. ايه رايك في مقوله محمد علي ان الدوله القويه؟ فعلا ارى ان سياسه محمد علي صحيحه، لان الدوله القويه هي التي لا تتحكم فيها اي دوله. نعم؟ صادراتها بتكون اكتر من وارداتها. لان انا لما يكون صادراتي اكتر انا هجيب دخل قومي للبلد، ومحدش يتحكم فيا، لان انا دلوقتي انا عندي دول بتتحكم في مصر من خلال مثلا توريد القمح. انا عندي القمح بتاعي ما بيكفيش، فانا لو اتاخر القمح من اي دوله اجنبيه ممكن تحصل مشكله اقتصاديه في مصر. تخيلي بقى لو انت بتملكي ان انت بتوفري اكلك وبتصدري، محدش يتحكم فيك. معايا؟ يبقى الدوله القويه هي التي تملك صادرات اكتر من واردات. ايوه. طيب اذكر رايك في ربط محمد علي على النهضه التعليميه ببناء جيش قوي. اذكر رايك في ربط محمد علي في ايه؟ ربط محمد علي النهضه التعليميه ببناء جيش قوي. النهضه التعليميه ببناء جيش قوي. جيش قوي. والله انا مبسوط جدا من اسئلتك، لان كلها اسئله فكر، ودي الاسئله اللي لسه بنتكلم عنها وبنقول لابنائنا دي اسئله المستويات العليا اللي انتوا بتقف قدامكم، اللي هي ما مقترحاتك؟ ما رايك؟ ما العلاقه؟ هنا الطالب لازم ينقد سياسه محمد علي، لان اولا محمد علي لما ربط النهضه التعليميه بالجيش يعني جعل التعليم من اجل خدمه الجيش، وده خطا، لان انهيار الجيش ادى الى انهيار التعليم. اما اذا كان محمد علي قد جعل التعليم من اجل نهضه المصريين من اجل رفع ثقافتهم ومستواهم التعليمي،
يبقى لو حصل انهيار للجيش مش هيحصل انهيار للتعليم. واديكي شفتي ان سقوط معاهده ان سقوط الاحتكار، لان محمد علي كان رابط التعليم بخدمه الاحتكار، لما وقع الاحتكار المدارس اغلقت، البعثات توقفت. ما انا ههتم ليه بالتعليم؟ ما انا ما عنديش، ما الجيش ما فيش، الجيش هيوصل ل 18000 بعد مثلا مكان 100000. طب اعمل ايه انا بعثات للخارج؟ انا كنت ببعت بعثات عشان اجيب اطباء للجيش، انا ما عنديش جيش. فهمت القصه؟ يبقى هتنقضي. الافضل ان محمد علي كان يقوم ان يقوم بالنهضه التعليميه من اجل نهضه مصر، فانهيار الجيش ما كانش هياثر على انهيار التعليم. واديك شفت التعليم انهار بعد عهد محمد علي لغايه اما جه اسماعيل وجعل التعليم من اجل خدمه المصريين، بدليل لما حصل تدخل اجنبي التعليم ما اتدهورش، حتى بدليل ان هو عمل الجمعيه الخيريه الاسلاميه لمواجهه انتشار المدارس الاجنبيه. حتى يجي يقول لك ما رايك في هدف محمد علي من التعليم وهدف اسماعيل من التعليم. فهمت اجابه السؤال؟ في حاجه تانية؟ وضح العلاقه ما بين موقع انجلترا ومجيء الحمله الفرنسيه على مصر. وضح العلاقه بين موقع انجلترا ومجيء الحمله الفرنسيه على مصر 1798. تمام يا ماما. في حاجه تانية؟ علي بك الكبير برضو وضح العلاقه ما بين علي بك الكبير والدوله العثمانيه. وضح العلاقه بين علي بك الكبير، علي بك الكبير والدوله العثمانيه، والدوله العثمانيه. في حاجه تانية؟ لا شكرا لك. انا بشكرك جدا على متابعتك، وانا سعيد بيكي جدا وعلى اسئلتك الجميله، ويا ريت كل ابنائنا يتواصلوا معنا كده، هجاوب لك الاسئله واسمعيها من خلال التلفزيون. اولا سؤال جميل قوي، وضح العلاقه بين موقع انجلترا ومجيء الحمله الفرنسيه على مصر. هقول ان بسبب موقع انجلترا البحر المنيع وقوه اسطولها وجدت فرنسا صعوبه هزيمه انجلترا في عقر دارها، وانتم عارفين ان انجلترا كانت معارضه للثوره الفرنسيه، عشان كده قررت فرنسا الانتقام من انجلترا بمجيء حملتها على مصر لقطع طريق التجاره بين انجلترا والهند. يبقى بسبب، تخيلوا بقى لو موقع انجلترا مش بحري ومنيع، كانت فرنسا رابط انجلترا في عقر دارها، وممكن ما كانتش فكره الحمله جت. السؤال اللي بعد كده، وضح العلاقه بين علي بك الكبير والدوله العثمانيه. خلي بالكم ان ضعف الدوله العثمانيه ادت الى قيام حركه علي بك الكبير. طب علي بك الكبير ده كان بيشتغل ايه؟ كان شيخ بلد، كان شيخ البلد اللي بيساعد الوالي العثماني، فاستغل ضعف الدوله العثمانيه واستغل انشغال الدوله العثمانيه بالحرب مع روسيا، فعمل ايه؟ قام بحركات الانفصاليه، والحركه فشلت بسبب خيانه محمد ابو دهب. انا ممكن اجيب لكم سؤال تاني، اجي اقول لك ما العلاقه بين الحرب بين تركيا وروسيا وقيام حركة علي بك الكبير، أو أقول لك دلل سعادة الظروف الدولية على قيام حركة علي بك الكبير. هنقول أن انشغال الدولة العثمانية بالحرب مع روسيا أدت إلى إعطاء علي بك الكبير الفرصة للقيام بحركات الانفصالية التي فشلت بسبب تدخل الدولة العثمانية واللجوء إلى نظام الخديعة والخيانة وانقلاب محمد أبو الدهب على علي بك الكبير. شكرا ليكي يا جهاد، احنا دايما هنبقى معاكي دايما في اسئلتك الجميله. ومعانا مكالمه اخرى، معانا من اسيوط. مين؟ الو. ايوه محمد. محمد من اسيوط، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الله يخليك، بس ممكن تعلي صوتك شويه؟ ماشي. هو عندي سؤال. علي صوتك يا محمد. سؤال حد صحه او خطا العباره، حدد صحة أو خطأ العبارة الآتية. ها؟ سيطر الاستعمار. نعم. سيطر الاستعمار على البلاد العربية. سيطر الاستعمار على البلاد العربية من المحيط إلى الخليج. من المحيط إلى الخليج. منذ عام 1914. في حاجة تانية؟ أيوة. سؤال ماذا يحدث لو، ماذا
كان يحدث إذا لم تقم ثورة 23 يوليو في هذا التاريخ. لم تقم ثورة ثورة 23 يوليو 1952 في هذا التاريخ. 1952 في هذا التاريخ. شكرا. شكرا ليك وشكرا لكل أبنائنا اللي بيتابعونا. أهلا بيك يا محمد، اسمعنا من خلال التلفزيون. أولا الجملة الأولانية ديت، سيطرة الاستعمار على البلاد العربية من المحيط إلى الخليج منذ عام 1914، الجملة خطأ. ليه؟ لأنه هو سيطر ما عدا إيه؟ ما عدا الشام والعراق وقلب الجزيرة العربية. يعني الاستعمار فعلا كان موجود من المحيط الخليج منذ عام 1914، لكن في بعض المناطق ما كانتش تابعة للاستعمار، ودول وقعوا بعد الحرب العالمية الأولى، اللي هي بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان والعراق وقلب الجزيرة العربية. دي إجابة السؤال الأولاني. السؤال الثاني، ماذا كان يحدث إذا لم تقم ثورة 23 يوليو 1952 في هذا التاريخ؟ أولا هذا السؤال معناه أن احنا أول حاجة هنعملها هنعكس كل النتائج المترتبة على قيام ثورة 52 ونستنتج بقى حاجات تانية كتيرة. هنقول ما كانتش طبعا تم إلغاء النظام الملكي، وكانت ظلت مصر تحت حكم الملك فاروق، وما كانش تم إذاعة البيان، ولا نقدر نقول إن تنازل فاروق عن الحكم، وما كانش بقى الثورة عملت إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. معايا؟ كانت تظل مصر تابعة للنظام الملكي وسيستمر حكم أسرة محمد علي. دي إجابة السؤال اللي محمد قاله لنا. طيب معانا مكالمات أخرى ما شاء الله النهاردة، يعني إحنا مش ملاحقين مع أبنائنا، ونتمنى يا رب إن يكون النجاح دوت مستمر للبرنامج. طيب نشوف الأول. خالد. السلام عليكم. ألو. ألو. خالد منين؟ أسيوط. أسيوط، أهلا بكل الوجه الإبلي، اتفضل يا خالد. صح وغلط مع التعليق. نعم. صح وغلط مع التعليق. صح، ضع صح أو خطأ مع ذكر السبب. أي. في الحالتين. لم يختلف الحكم العثماني. قول تاني. لم يختلف الحكم العثماني. لم يختلف الحكم العثماني. العثماني. في منهجه العام. في مذهبه العام. في منهجه العام. ماشي، منهجه العام. عن حكم المماليك السابق عليه. على حكم المماليك السابق. ايه تاني؟ ماشي شكرا. بس شكرا. هو اللي جاب السؤال ده غلط. قول تاني. هو الاجابه بتاعته غلط. الاجابه بتاعته صح. طب مش هو الا في استحداث اساليب ادوات التبعيه؟ لا، يعني في منهجه العام يعني ايه؟ اللي هو الحكم المطلق. اي بس خلاص، هي دي الاجابه. اه، ما هو لم يختلف، ولكن ايه العثمانيين استحدثوا. اما اجي اقول تطابق يبقى غلط، لكن لم يختلف في المنهج العام، يبقى ظل هو الحكم ايه المطلق. ولكن العثمانيين استحدثوا ايه بقى؟ الوالي والديوان، ها، والتبعيه. اه معايا. يبقى لو جه بشكل يعني في كل اشكاله اقول لا غلط، لان هم تبعوا نظام تاني، لكن المنهج العام هو الحكم ايه المطلق المستبد. معايا؟ ماشي. لان انا المنهج العام بتاع الحكم العثماني هو الحكم المطلق المستبد. شكرا ليك يا خالد على سؤالك الجميل. الو، خلاص. طيب طب احنا نكمل بقى يا ابنائي. احنا معانا طبعا، احنا النهارده قلنا كميه كبيره جدا من الاسئله، عايزين بقى اقول لكم سؤال ما الدروس المستفاده اللي برضو ابنائنا بيقفوا قدامهم. يعني ايه ما الدروس المستفاده؟ بيجي دايما السؤال يقول لك ما الدروس المستفاده مثلا من فشل الثوره العرابيه. الطالب بيفتكر ان هو هيجاوب عوامل فشل الثوره العرابيه. لا، انت عايز ما اقول لك ايه؟ بقول لك ايه حصل مثلا. اجي اقول لطالب ايه، انت تعرف زميلك الفلاني؟ يقول له اه. اقول له هو السنه اللي فاتت نجح ليه؟ هيقول لي هو نجح عشان كان بينظم وقته، كان بيحل اسئله كتير، كان بيتابع مدرسه على الهوا، كان بيحل الامتحانات. اقول له طيب
تستفيد من كده ايه؟ يقول لي استفيد ان انا اعمل زيه واعمل كده. الله، يعني انت تستفيد من الحدث. لو كان ايجابي اعمل الايجابيه اللي زيه، لو كان سلبي ما اعملش السلبي، اعمل الايجابيه اللي عكس السلبي. انا عندي الثوره العربيه فشلت ليه؟ بسبب عدم تكافؤ القوى العسكريه. يبقى المفروض ايه؟ استفيد من كده ايه؟ مصر تستفيد ايه؟ ان لابد تستعد بالجيش وقوتها العسكريه لاي خطر خارجي. الفشل الثوره العربيه فشلت ليه؟ بسبب خيانه ديليسيبس، لانه يعني وعد عربي بعدم دخول الانجليز من القناه. يبقى لابد عدم، يبقى استفيد من كده ايه؟ عدم الثقه في الاخرين بالذات في القرارات المصيريه. طيب برضو من اسباب فشل الثوره العربيه ايه؟ حدوث ايه؟ تفتت للوحده الوطنيه المصريه وانقسام صفوف الامه. اقول برضو لابد من ان يعني التغاضي عن الخلافات، لابد من القضاء على المشكلات، لابد من القضاء على نقول يعني ما يعوق الوحده الوطنيه، عشان نبقى كلنا ايد واحده لمواجهه اي خطر. عشان كده لازم كلنا نتعلم لما تبقى في ازمه الدوله متعرضه ليها ما ننقسمش، لا نكون كلنا ايد واحده ورا الدوله وما نضعفش، لان ضعف الروح المعنويه بيخلينا ننهزم. برضو من اسباب فشل الثوره العرابيه، برضو من الاسباب اللي هو ايه بقى؟ ان احنا حصل عندنا خيانه، يبقى لابد من القضاء على العناصر الانهزاميه. هي دي اسمها اسئله ما الدروس المستفاده. يبقى خلي بالكم النهارده خدنا اسئله ما مقترحاتك، خدنا اسئله ما رايك، خدنا اسئله ما العلاقه، ما الدروس المستفاده، وحدد وجهه نظرك. كده يبقى احنا اتعرضنا معاكم لكل الاسئله اللي ممكن نسميها ايه؟ مستويات عليا، ودي اللي الطالب بيخاف منها. انا مش عايزك تخاف من اي سؤال من الاسئله ديت، ولازم تكون جاهز دايما. وهتلاقي في الورقه عباره ايه؟ سؤال واحد ما العلاقه، سؤال واحد ما الدروس المستفاده، وهتلاقي فيه سؤالين ما مقترحاتك وما رايك. ما تخافش اكتب ما رايك، دي يعني كانك بتكتب موضوع انشا بس على شكل 3 اسطر او 4 اسطر. اعزائي انا يعني كنت اتمنى الحلقه دي يعني يبقى فيها 5-6 ساعات كمان. احنا بكده ابنائي نكون وصلنا معاكم لنهايه مراجعه اليوم في ماده التاريخ للثانويه العامه، وهنرجع لكم باذن الله في حلقه جديده بعد نص ساعه. حتى القاكم، لكم مني كل الامنيات بالتوفيق والنجاح.